نبلش بالمحاضرة الثالثة من محاضرات الكربوهيدرات، إن شاء الله تكون بسيطة. أخذنا الجلايكوجين بايوسينثيسيس، يعني تخليق الجلايكوجين، أو نقدر نسميها جلايكوجين جينيسيس. هذا الاسم من يمي طبعا، ما موجود بالمنهج، بس هو دائما تخليق يضيف له مقطع جينيسيس. عموما الحين نبلش ناخذ الجلايكوجينوليسيس. الجلايكوجينوليسيس من أشوف بآخر الكلمة المقطع ليسز معناته شنو؟ معناته تحلل أو تكسير، يعني degradation. فمن glycogen ليسز هو glycogen، وليسز معناته شنو؟ تحلل أو تكسر الجلايكوجين اللي هو شنو سمينا هذا؟ يعني هدب اللي قلنا يندرج من ضمن الميتابوليزم باسم الكاتابوليزم. قلنا احنا الميتابوليزم على نوعين، أما تكون anabolism اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة، أما تكون كاتابوليزم اللي هي هدم. فالجلايكوجينوليسيس يقول is the degradation of glycogen is glycogenolysis. It's two type. طبعا هو مو two type، قصد انه تم بخطوتين، بس هو يعني الملزمة شوي مو مرتبة. يقول هذه عملية الجلايكوجينوليسيس مو هي على نوعين، يعني العملية لا، وانما تم بواسطة انزيمات اثنين. اول انزيم اسمه فوسفوريليز، والانزيم الثاني اسمه ديبرانشينج. طبعا هذه الانزيمات هي تماما عكس الانزيمات اللي قبل، يعني الفوسفوريليز هو عكس فعل الانزيم او عكس نشاط الانزيم اللي هو اسمه جلايكوجين سينثيتيز. ذاك الجلايكوجين سينثيتيز شو يسوي؟ يجيب جلوكوز من اليوريدين دايفوسفيت جلوكوز ويضيفه على الجلايكوجين، بينما هذا ايش راح يسوي؟ راح ياخذ جلوكوز من الجلايكوجين ويستمر ياخذ جلوكوز من الجلايكوجين الى ان يخلي عندنا 4 جلوكوز وهكذا. والبرانشينج هناك كان عندنا انزيم اسمه برانشينج، هذاك البرانشينج شنو يسوي؟ هو يخلق البرانشات اللي موجوده بالجلايكوجين. قلنا الجلايكوجين هو عباره عن كربوهيدرات تحتوي على برانش، او سوري بوليسكرايد يحتوي على برانش. فالبرانشينج انزيم هناك كان شنو؟ كان كان يخلق البرانشات اللي هي تكون اللينكج مالتها 1-6 بالجلايكوجين. بينما هذا دي برانشينج، المقطع دي إذا أشوفه مباشرة قبل كلمة أو بصورة عامة، هذا الكلام يعني ينطبق على الإنزيمات. إذا أشوف مثلا من أشوف دي أمينيز، معناتها هذا الإنزيم المسؤول عن إزالة الأمين. الدي معناتها إزالة، دي كاربوكسيليشن معناتها هذا الإنزيم مسؤول عن إزالة الكاربوكسيل. فهنا من شفت دي برانشينج معناتها شنو؟ مسؤول عن إزالة البرانشينج. هذا يكون عن إزالة البرانش سوري. فهذا الإنزيم راح يكون مسؤول عن تكسير البرانشات الموجودات بالجلايكوجين. فأولا نجي إلى الإنزيم اللي اسمه فوسفوريليز. مثل ما تلاحظون جلايكوجين، وطبعا تشوفون بين قوسين وأن، هذا الأن يعبر عن عدد الجلوكوز اللي موجود بالجلايكوجين. قلنا هو الجلايكوجين يتكون من الجلوكوز، فعلى سبيل المثال قد يكون هذا الجلايكوجين ب40 جلوكوز. إيش راح نضيف له؟ راح نضيف له PI. البي اي هاي ما راح نضيفها على الجلايكوجين، وانما خليناها حتى من ناخذ جلوكوز من الجلايكوجين، لان احنا قلنا الفوسفوريليز هو انزيم مسؤول عن ازاله جلوكوز. طبعا ازاله جلوكوز وحده في كل مره، في كل تفاعل يزيل جلوكوز وحده، مسؤول عن ازاله الجلوكوز من الجلايكوجين. فهذه الجلوكوز اللي راح تنزل من الجلايكوجين راح ترتبط بهذه الفوسفيت ويتكون عندي ما يسمى بالجلوكوز 1 فوسفيت. والجلايكوجين إذا تلاحظون بين قوسين مكتوب أن ناقص واحد، معناته شنو؟ معناته هذه الأن اللي هو عدد الجلوكوز اللي موجودات بالجلايكوجين نقصت واحد. فعلى سبيل المثال لو كانت الأن 40، يعني لو كان الجلايكوجين يتكون من 40 جلوكوز، فمعناتها الحين بقى عندنا 39 جلوكوز وهكذا. يقول this enzyme is specific to hydrolysis alpha-1-4 linkage. هذا الإنزيم هو مخصص ل هيدروليسيز الالفا 1-4 لينكج. الالفا 1-4 لينكج هي الجلايكوسيديك بوند اللي تكون موجوده بين جلوكوز وجلوكوز 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 حتى يتكون عندي الجلايكوجين. فاحنا كل ما كسرنا الفا 1-4 لينكج وحده، معناتها شنو؟ معناتها ازلنا جلوكوز وحده عن السلسله. فلو كانت سلسله مثل ما قلنا تتكون من 40، كسرنا سلسله وحده معناتها شلنا جلوكوز وحده، فبقت عندنا بالسلسله 39 جلوكوز وهكذا. فهذا الانزيم هو مخصص لهذا الفعل. The terminal glycosyl residue are removed until 4 glucose residue remain on either side of 1-6 branch. ها احنا على سبيل المثال عندنا مثل ما قلنا الجلايكوجين هذا يتكون من 40 جلوكوز بالرقم نمبر على سبيل المثال 25 عندنا برانش. هذا البرانش ممتد الى الاعلى، فبالرقم 25 عندنا برانش، ف بقى عندنا جلوكوز هنا قد تقريبا بعد ال 25 بقى عندنا 14، وقبل ال 25 بقى عندنا 24 او 15 و 24. عموما
هل قد بقى عندنا بعد البرانش وهل قد بقى عندنا قبل البرانش. فالفوسفوريليز انزيم هذا ايش راح يسوي منا ومنا؟ يعني اكو انزيم شغال من هذه الجهه بالجلايكوجين وانزيم شغال من هذه الجهه بالجلايكوجين، يبلشون يكسرون جلوكوز جلوكوز جلوكوز. يعني في كل مره في كل تفاعل يتكسر عندنا جلوكوز وينزل، يكسرون للالفا 1 4 لينكج اللي هي تربط بين جلوكوز وجلوكوز، طار من عندنا جلوكوز بقن 13، بلشوا كسروا الثاني بقن 12، بلشوا كسروا الثالث بقن 11، وهكذا يستمر التكسر من كلا الجهتين مالت البرانش. البرانش صاير بالنص، ومن كلا الجهتين راح يصير شنو؟ تكسر للجلوكوز، الى ان يبقى على جانبي البرانش فقط 4 جلوكوز. يعني من هذه الجهة مالتي البرانش بقى عندي 4 جلوكوز، ومن هذه الجهة مالتي البرانش بقى عندي 4 جلوكوز. يتوقف عمل هذا الإنزيم اللي هو اسمه فوسفوريليز، يتوقف عندي عمل الإنزيم اللي اسمه فوسفوريليز، يبلش عندي إنزيم شنو اسمه؟ اسمه ألفا 1-4 ألفا 1-4 جلوكان ترانسفيريز. من أشوف كلمة ترانسفيريز معناتها عملية نقل. هذا الترانسفيريز ايش راح يسوي؟ ترانسفير 3 ريسيديو يونت فروم وان برانش تو ذا اذر. اذا ايش راح يسوي؟ طبعا للملاحظه انه الجلايكوجين ما يحتوي على فروع واحد برانش واحد، لا يحتوي على عده فروع وتكون متجاوره، يعني واحد قريب على الثاني. فهذا الانزيم ايش راح يسوي؟ راح يشيل 3 جلوكوز من فرع ويضيفهن على الفرع الاخر. هذه الخطوه يعني ليش صارت او شنو سببها الصراحه ما اعرف، بس المهم هنا مكتوبه هنا. بالتالي خلص عمل هذا الانزيم اللي هو اسمه ترانسفيريز. يقول then debranching enzyme، هذا debranching enzyme شنو قلنا يسوي؟ يكسر التفرعات. شو يسوي؟ hydrolysis the branch، راح يكسر البرانش. آخر شيء يقول then the action of phosphorylase. ها الحين تكسرت عندنا البرانش، شنو بقى عندنا؟ بقى عندنا الجلوكوز اللي هو باقي، اللي قلنا مثلا هذا البرانش قلنا آخر شيء شنو خلينا؟ خلينا 4 منه وأربعة منه على جهتي البرانش، وتوقف عمل الفوسفوريليز. يتوقف عمل الفوسفوريليز من كملنا هدم البرانش وخلص، الحين ما عندنا برانش، يرجع الفوسفوريليز ايضا يكسر هذه الجلوكوز اللي بقت اللي هي 4 منها و4 منها، يرجع يعني هذا الفوسفوريليز انزيم يشتغل مرتين. فالحين نراجع، اول شيء يبلش الفوسفوريليز انزيم يكسر الجلوكوز وحده وحده الى ان يخلي 4 من هاي الجهه و4 من هاي الجهه مالت البرانش. بعدين يبلش عندنا انزيم اسمه جلوكان ترانسفيريز، يشيل 3 جلوكوز من برانش يخليهن على البرانش الثاني. خلاص بعدين يجي الانزيم اللي عندنا اسمه ديبرانشينج، شي يسوي هيدروليسيس الى البرانش، يعني يسوي ديجريديشن للبرانش. بعدين يرجع عندنا الانزيم اللي اسمه فوسفوريليز، وايضا يسوي ديجريديشن للجلوكوز المتبقي اللي هو كان باقي على جهتي البرانش. اخر شيء يقول باي ذا اكشن اوف ذيس انزيم ذا كومبليت بريك داون اوف جلايكوجين. اذا شنو يقول؟ بواسطه الاكشن ما النشاط مال هذه الانزيمات الثلاثه ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا كومبليت بريك داون اوف جلايكوجين، يعني حطمنا الجلايكوجين بشكل كامل وحولناه الى جلوكوز. ذين زين احنا اذا نرجع للتفاعل الاول شنو نلاحظ؟ نلاحظ اللي تكون عندنا هو اسمه جلوكوز 1 فوسفيت. هذا الجلوكوز 1 فوسفيت الصراحه يعني فائدته مو ما له ذيك الاهميه. فبالتالي ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا انزيم اسمه ميوتيز. هذا الميوتيز ايش راح يسوي؟ راح يحول الجلوكوز 1 فوسفيت الى جلوكوز 6 فوسفيت. اذا تتذكرون بالبايوسينثيسيس من ردنا نسوي جلايكوجين، اول ما ضفنا الجلوكوز او ضفنا الفوسفيت على الجلوكوز وين ضفناها؟ ضفناها بالكربون نمبر 6، فصار عندنا جلوكوز 6 فوسفيت، بس هذا ما استخدمناه بتخليق الجلايكوجين، حولنا الجلوكوز 6 فوسفيت الى جلوكوز 1 فوسفيت. الحين بالضبط العمليه جاي يصير بالعكس، فاول ما سوينا ديجريديشن للجلايكوجين تكون عندنا جلوكوز 1 فوسفيت، هذا الجلوكوز 1 فوسفيت راح نرجع الى جلوكوز 6 فوسفيت. الحين واحد يسال يقول رجعنا لجلوكوز 6 فوسفيت، بالتالي نرجع الى المحاضره الاولى السلايد الثاني تقريبا من الجلايكوليسيس اي يعني تحلل الجلوكوز. ايش راح نلاحظ؟ راح نلاحظ انه السلايد الثاني مكتوب انه الجلوكوز 6 فوسفيت الى سيفرال باثوي. اذا يعني شنو؟ يعني يروح في اتجاهات متعدده، قد يتحول قد يكمل يعني بالجلايكوليسيس ويتحول اخر شيء ويدخل الى السيتريك اسيد سايكل ويتحول الى طاقه، قد يرجع الى جلوكوز بالليفر وهكذا، واكو بعد باثوي اخرى ما اتذكرها. فعموما انه الجلوكوز 6 فوسفيت الى سيفرال باثوي ونقدر نستفاد منه في امور كثيره مو مثل الجلوكوز 1 فوسفيت، لذلك راح نحول الجلوكوز 1 فوسفيت الى جلوكوز 6 فوسفيت. بس للملاحظه هذه الخطوه اللي هي جلوكوز 6 فوسفيت ما راح تعتبر
من خطوات تحطيم الجلايكوجين. تحطيم الجلايكوجين راح ينتهي بواسطة 3 انزيمات فقط. يعني شنو يعني راح ينتهي؟ يعني يتم تحطيم الجلايكوجين بواسطة فعل الفوسفوريليز والجلوكان ترانسفيريز والديبرانشينج. هي هذه الانزيمات المسؤولة عن تحطيم الجلايكوجين، بينما الميوتيز هذا الأخير فهو مسؤول عن تحويل الجلوكوز 1 فوسفيت إلى الجلوكوز 6 فوسفيت، وهذه ما تعتبر من ضمن خطوات تحطيم الجلايكوجين. لأن قبل لا يذكر الميوتيز شنو قال؟ قال by the action of this enzyme their complete breakdown of glycogen، يعني حطمنا الجلايكوجين بشكل كامل بواسطة الأكشن مال هذه الانزيمات. كملنا الحين الجلايكوجين، اكو موضوع يقول انه الجلايكوجين فوسفوريليز and glycogen synthetase both have inactive and active form. يعني شنو يعني الانزيمات المسؤولة عن تكوين وتحطيم الجلايكوجين تحتوي على وجهين، وجه active نشط ووجه inactive. يقول هذه يعني الاكتف والانكتف تخضع الى شنو؟ تخضع الى هرمونال كنترول واند انترميديت كوفاكتور. خلينا نشوف. يقول الحين بالنسبة الى الانزيمات المسؤولة عن الديجريديشن، المسؤولة عن الفوسفوريليز، عندنا بالمصل وعندنا بالليفر. شنو يقول؟ يقول هذا الانزيم اللي اسمه فوسفوريليز اللي هو مسؤول عن الديجريديشن اوف جلايكوجين، عندنا نوعين منه، نوع اكتف اللي هو يسمونه فوسفوريليز اي، ونوع inactive يعني another form inactive يسمونه phosphorylase B. فشنو يقول؟ يقول بالمصل هذا ال inactive form يتحول إلى active form، بينما بالليفر لا، الactive يتحول إلى inactive. إذن ننتبه أنه بالمصل ال inactive form يتحول إلى active اللي هو phosphorylase A، بينما بالليفر لا، الactive اللي هو phosphorylase A يتحول إلى inactive form. فالحين خلينا نشوف الميكانيزم. يقول بالوصل 2 فوسفوريليز بي بواسطة انزيم اسمه فوسفوريليز بي كاينيز، وقلنا اذا شفنا كلمة كاينيز معناتها شنو؟ راح نستخدم اي تي بي او نكون اي تي بي. فهنا اللي راح نلاحظه شلون راح نعرف احنا استخدمنا اي تي بي؟ نشوف انه الاي تي بي صايرة تحت السهم، طبعا هذه المفروض الاي تي بي تنكتب بلس اي تي بي يعني تنكتب قبل السهم، فعموما مو مشكلة. وايضا العلامه الثانيه انه احنا استخدمنا الاي تي بي، راح نلاحظ انه بالنواتج تكون عندنا اي دي بي، يعني احنا ازلنا فوسفيت فصار عندنا ما يسمى بالاي دي بي. فاذا 2 فوسفوريليز بي بواسطه انزيم اسمه فوسفوريليز بي كاينيز، هذا البي كاينيز يعني احنا اخذنا فوسفيت ضفناها على الفوسفوريليز، فبالتالي صار عندنا اكتيفيشن، يعني هذه العمليه اللي استخدمنا بها الاي تي بي هي اكتيفيشن، عمليه اكتيفيشن نشطنا الفوسفوريليز انزيم فتحول عندي الى الشكل النشط اللي هو فوسفوريليز اي وبلس اي دي بي. هذا وين؟ بالمصل. بينما بالليفر لا، بالليفر الاكتيف اللي هو فوسفوريليز اي راح يتحول الى ان اكتيف اللي هو فوسفوريليز بي. شنو اسم الانزيم؟ اسمه فوسفوريليز اي فوسفاتيز. الفوسفاتيز معناتها ازاله فوسفيت، ومثل ما تلاحظون انه الناتج راح يكون 2 فوسفوريليز بي انزيم بلس بي اي. البي اي هي هاي انورجانيك فوسفيت، هذا الانورجانيك فوسفيت منين جبناها؟ جبناها هذا الانزيم اللي هو الاكتيف فورم فوسفوريليز اي، من نشيل من عنده فوسفيت راح يرجع الى شنو؟ فوسفوريليز بي. ونلاحظ بالتفاعل الاول انه من ضفنا للفوسفوريليز بي فوسفيت تحول الى فوسفوريليز اي. اذا المحصله انه الفرق بين الاكتيف فورم والانكتيف فورم هو شنو؟ هو فوسفيت. هذا الفوسفيت من نضيفها معناته عندنا اكتيف فورم، بينما من نشيلها معناته صار عندنا ان اكتيف فورم. الاكتيف بالمصل يتكون والانكتيف يتكون بالليفر. بعد شو يقول؟ يقول انتم بالمصل الفوسفوريليز بي اللي هو الانكتيف حولتوه الى فوسفوريليز اي بواسطه شنو؟ بواسطه انزيم اسمه فوسفوريليز بي كاينيز. هو هذا الفوسفوريليز بي كاينيز نفس الانزيم اللي جاي يحول لكم الانكتيف الى اكتيف فورم، هو هذا نفسه هم بي 2 فورم، هم بي انكتيف وهم بي اكتيف. فاذا هذا هم يحتاج انه شنو؟ مثلا اذا انت تريد تحول فوسفوريليز بي الى فوسفوريليز اي تحتاج شنو؟ تحتاج انه الفوسفوريليز بي كاينيز يكون عندك نشط. اذا كان عندنا الفوسفوريليز بي كاينيز ان اكتف غير نشط ما راح يقدر يحول، فاذا كان عندنا غير نشط نحوله الى نشط. شلون نحوله الى نشط؟ هم راح نحتاج انزيم. شنو اسم هذا الانزيم؟ اسمه بروتين كاينيز، وهم يحتاج اي تي بي. يعني هذا البروتين كاينيز راح يجيب الفوسفيت من الاي تي بي، وين يضيفه؟ راح يضيفه على الـ inactive phosphorylase B kinase. هذا الإنزيم اسمه شنو؟ inactive phosphorylase B kinase. نشيل AT، نشيل فوسفيت من الـ ATP،
نضيفها عليه، ايش راح يتحول؟ راح يتحول الى اكتيف فوسفوريليز بي كاينيز، وهذا الاكتيف فوسفوريليز بي كاينيز بدوره ان ذا مسل راح يحول لي الفوسفوريليز بي اللي هو ان اكتيف الى فوسفوريليز اي اللي هو اكتيف. ان شاء الله تكون واضحه. وهذا البروتين كاينيز دير بالكم عليه لان راح نحتاجه بالسلايد الاخر. الحين تخلصنا من الانزيمات اللي هي مسؤولة عن الديجريديشن أوف جلايكوجين اللي قلنا اسمها الفوسفوريليز. الحين نجي للإنزيمات المسؤولة عن السينثيسيز أوف جلايكوجين. شنو سمينا الإنزيم؟ سميناه سينثيتيز. عندنا أيضا نوعين من الإنزيم اللي اسمه سينثيتيز، عندنا إنزيم اسمه سينثيتيز دي وعندنا إنزيم اسمه سينثيتيز أي. طبعا الدكتور خاطئ أو يعني يجوز خطأ طباعي كاتبين سينثيسيز دي، هي مو سينثيسيز، سينثيسيز هي العملية مال التكوين، بينما الإنزيم اسمه سينثيتيز. قلنا إحنا الإنزيمات لازم تنتهي بأي أس إي. فعموما أول إنزيم اسمه سينثيتيز دي اللي هو هذا راح يكون inactive form. يقول هذا dependent on glucose 6 phosphate as cofactor، إذن يحتاج الجلوكوز 6 phosphate as cofactor و require phosphate حتى يتكون. يعني إحنا مو تعلمنا أنه عندنا الاكتف فورم نحوله الى الاكتف والانكتف نحوله الى الاكتف، فالسينثيسيز دي والسينثيسيز اي هذا السينثيتيز خلينا نشوفه شنو هو. يقول اندبندنت اون جلوكوز 6 فوسفيت اند نوت ريكوير فوسفيت، اذا هذا لا يعتمد على الجلوكوز 6 فوسفيت ولا يحتاج الى الفوسفيت. يعني شنو الفرق؟ مثل ما قلنا هناك الفرق بين الاكتف فورم والانكتف فورم هي فوسفيت، ايضا هنا بين السينثيتيز دي والسينثيتيز اي الفرق بيناتهم ذرة فوسفيت. بس شنو الفرق؟ الفرق هناك الاكتف نشيل من عنده فوسفيت يتحول الى انكتف، مو صحيح؟ قلنا احنا الفوسفوريليز بي نضيف عليه فوسفيت يتحول لي الى اكتف. يعني شنو؟ يعني راح نلاحظ انه الفوسفوريليز اي اللي هو الاكتيف يحتوي على فوسفيت اكثر من الانكتيف، بينما بالسينثيتيز راح يكون العكس. السينثيتيز اي الانزيم اللي اسمه سينثيتيز اي نضيف عليه فوسفيت يتحول الى انكتيف اللي هو السينثيتيز دي، بينما اذا نريد السينثيتيز اي اللي هو النشط راح نشيل فوسفيت من السينثيتيز دي فيطلع لي شنو؟ راح يطلع لي السينثيتيز اي. إذن الفرق بين السينثيتيز أو الفرق بين الإنزيمات المسؤولة عن الجلايكوجين سينثيس والجلايكوجين ديجريديشن هي نفس الميكانيزم كلاهما، يعني هذا يحتوي على أكتيف فورم، هذا يحتوي على أكتيف فورم، هذا يحتوي على إنكتيف فورم، هذا يحتوي على إنكتيف فورم. كلاهما الفرق بين الأكتيف فورم والإنكتيف فورم هو واحد يحتوي على ذرة فوسفيت أكثر من الثاني، يعني هذا من أريد أكونه مجرد أضيف له فوسفيت، بينما العكس أشيل فوسفيت راح يتكون عندي. الفرق شنو؟ الفرق أنه بالفوسفوريليسز الانأكتف أضيف لفوسفيت يتكون عندي الأكتف، بينما بالسينثيسيز الانأكتف لازم أزيل من عنده فوسفيت يتكون عندي الأكتف. يعني الانأكتف هنا يحتوي على فوسفيت أكثر من الأكتف اللي هو سينثيتيز آي. فهنا الميكانيزم يقول أنه سينثيتيز آي أضيف لها ATP بواسطة إنزيم شنو اسمه؟ اسمه بروتين كاينيز. إذا هذا البروتين كاينيز وين اللحظة موجود؟ اللحظة موجود هنا يحول لي السينثيتيز آي إلى سينثيتيز دي، وأيضا اللحظة موجود إنه يحول لي إذا تذكرون بالسلايد اللي قبله يحول لي الإنأكتيف فوسفوريليز بي كاينيز إلى أكتيف فوسفوريليز بي كاينيز اللي هو هذا الإنزيم راح يحول الفوسفوريليز بي إلى فوسفوريليز أي. طبعا الأسماء تقريبا كلها تشابه ودوخة راس، لكن من شوية ريلاكس وفوكس تركيز على على يعني انه افهم السلايد وافهم الانزيمات وافهم الاكشن مالهم، فاسمائهم ان شاء الله تنحفظ بكل سلاسه. الحين خلصنا من مساله الانزيمات، راح نجي نشوف الافكت اوف ابينفرين. مثل ما قلنا انه الانزيمات مالت الجلايكوجين تحت هرمونال كنترول وانترميديت كوفاكتور، فالحين خلينا نشوف الافكت اوف ابينفرين اللي هي تصور تعتبر هرمونات. فالإبنفرين شو راح يسوي؟ الإبنفرين راح يؤدي إلى زيادة تركيز إنزيم يسمى أدينيليت سايكليز. الإبنفرين اللي هو من الأدرينال جلاند أتصور، فراح يزيد الأدينيليت سايكليز. هذا الإنزيم الأدينيليت سايكليز شو راح يسوي؟ راح يؤدي إلى زيادة ما يسمى بالسايكليك أدينوسين مونوفوسفيت. هذا سايكليك أدينوسين مونوفوسفيت
راح يزداد تركيزه بواسطة شنو؟ بواسطة الإنزيم اللي اسمه أدينالايت سايكليز. هذا الأدينالايت سايكليز شلون صار لأكتيفيشن؟ صار لأكتيفيشن بواسطة الإبنفرين. السايكليك أدينوسين مونوفوسفيت راح يسوي؟ راح يسوي أكتيفيشن أو ستيميوليشن إلى الإنزيم اللي اسمه بروتين كينيز. وارجع وأقول البروتين كينيز استخدمناه بال هيدروليسس واستخدمناه بالسينثيسس. السينثيسس حولنا السينثيتيز اللي هو الأكتيف فورم إلى سينثيتيز دي اللي هو الانكتيف فورم، وهناك حولنا الانكتيف فوسفوريليز بي كينيز إلى أكتيف فوسفوريليز بي كينيز. فخلينا نشوف من يصير عندي استيميوليشن للبروتين كينيز شنو راح يكون التأثير. راح يكون التأثير إنه السينثيتيز مثل ما تعرفون تحول إلى شنو؟ سينثيتيز دي. سينثيتيز اي تحول إلى سينثيتيز دي، معناتها الأكتيف فورم مال تخليق الجلايكوجين يتحول إلى انكتيف فورم. إذا الإنزيم المسؤول عن تكوين الجلايكوجين كان إنكتيف، معناته شنو؟ معناته الجلايكوجين ما راح يتخلق عندي. ليش؟ لأن الإنزيم المسؤول عن تخليق الجلايكوجين صار إنكتيف، فبالتالي إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي decrease in glycogen synthesis، راح يصير عندي قلة في تصنيع الجلايكوجين. أيضا هذا البروتين كينيز مثل ما قلنا راح يأثر على من؟ راح يأثر على الإنكتيف فوسفوريليز كينيز بي. هذا الإنزيم إيش راح يحوله؟ راح يحوله سوري. فوسفوريليز كينيز راح يحوله الى اكتيف فوسفوريليز كينيز. هذا الانزيم من يتحول الى اكتيف ايش راح ياثر عليه؟ من راح ياثر على الفوسفوريليز بي اللي هو ان اكتيف فورم، راح يحوله على فوسفوريليز اي اللي هو اكتيف فورم. اذا الانزيم المسؤول عن الديجريديشن اوف ذا جلايكوجين اللي هو الفوسفوريليز، بالمحصله الاخيره من ازداد عندي البروتين كينيز شنو صار له؟ صار له اكتيفيشن. آخر شيء صار عندي فوسفوريليز أي، فوسفوريليز بي اللي هو إنكتيف تحول إلى فوسفوريليز أي. إذن بما أنه الإنزيم المسؤول عن الديجريديشن أوف جلايكوجين صار أكتيف، معناته الديجريديشن أوف جلايكوجين إيش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه إنكريز. فإذن راح يصير إنكريز بالجلايكوجينوليسيس، راح يصير زيادة في تحلل الجلايكوجين. زين، الدكتور أتذكر سأل سؤال قال إذا بهذه الحالة بالتأثير مال الإبنفرين شنو نلاحظ المحصلة النهائية؟ المحصلة النهائية قلة في تصنيع الجلايكوجين وزيادة في تحلل الجلايكوجين. قال آخر شيء البلد شوغر يعني السكر في الدم راح يزداد أم يقل بهذه الحالة؟ الجواب هو راح يزداد. ليش راح يزداد؟ من أقول بلد شوغر معناته البلد جلوكوز يعني مستوى الجلوكوز بالدم، فمستوى الجلوكوز بالدم راح يزداد أم يقل؟ مستوى الجلوكوز بالدم راح يزداد. ليش؟ لأن أساساً من أقول decrease in glycogen synthesis يعني قلة في تصنيع الجلايكوجين. هو الجلايكوجين منين يتصنع؟ يتصنع من الجلوكوز. فمن يصير قلة بتصنيع الجلايكوجين يعني أنا جاي أقلل من استهلاك الجلوكوز، تمام؟ ومن أقول زيادة في تحلل الجلايكوجين، الجلايكوجين من يتحلل إلى شنو؟ راح يتحلل إلى جلوكوز، معناتها زيادة في تكوين الجلوكوز. فإذا المحصلة النهائية أنه أنا قللت من استهلاك الجلوكوز وزيدت من إنتاج الجلوكوز، فبالتالي مستوى الجلوكوز بالدم أكيد راح يرتفع. بينما من نجي إلى الهرمون الآخر اللي هو اسمه الإنسولين، هذا يكون decrease the level of the cyclic أدينوسين مونوفوسفيت. إذا هو راح يقلل من مستوى السيكليك أدينوسين مونوفوسفيت، إذن ما راح يسوي ستيميليشن المن إلى الإنزيم اللي اسمه بروتين كينيز. إذن الفعل ماله راح يكون تماما معاكس إلى الإبنفرين، إلى الأكشن مال الإبنفرين. بالتالي راح يصير عندي إنكريز إن جلايكوجين سينثيسيس وديكريز إن جلايكوجين هيدروليسيس. فمن يزداد عندي تكوين الجلايكوجين ويقل عندي تحلل الجلايكوجين، البلود جلوكوز راح يقل. ليش؟ لأن أنا زيدت من استهلاك الجلوكوز في تكوين الجلايكوجين وقللت من إنتاج الجلوكوز اللي هو يتكون لي من تحلل الجلايكوجين. بينما الجلوكاجون يقول has similar action to epinephrine but it doesn't work on the muscle due to the absence of receptors. However, it acts on the liver. إذن الريسبتر اللي هو سيكليك AMP، هذا سيكليك AMP أتصور هو أو اللي قبله يكون موجود فقط بالليفر، ما موجود بالمصل. إحنا هذا كلامنا كله حول المصل والليفر. فالإنسولين والإبنفرين تأثيرهما يكون موجود بالليفر وبالمصل. ليش؟ لأن الريسبتر موجود. بينما الجلوكاجون هذا الهرمون ما إلى ريسبتر بالمصل، بينما الريسبتر ماله موجود بالليفر فقط. فلذلك الجلوكاجون راح يكون إلى تأثير على عملية
الجلايكوجين سينثس والجلايكوجين هيدروليسيس اللي تحدث في الليفر فقط، ما لا تأثير على هذه العملية اللي تحدث بالمصل. ويقول هو الأكشن ماله similar to the action of the epinephrine. إذن من أطالع إلى تأثير الإبنفرين وأفتهم تأثير الإبنفرين على الجلايكوجين، خلاص الجلوكاجون نفس التأثير. وكان الله يحب المحسنين، وأتمنى إن شاء الله استفدتم من الشرح، وأي سؤال عندكم أنا حاضر بالتوفيق إن شاء الله.